إنه الله، الله عز وجل أحياناً يبكيك ليضحكك، وأحياناً يشقيك ليسعدك، وأحياناً يجعلك تتعثر لتقف وتتعلم، وأحياناً رب العباد يذيقك مرارة الجوع ليعلمك الاقتصاد لنوائب الدهر. الله عز وجل يبتليك بأحب ما فيك وبأحب ما تملك ليرجعك إليه. متى ما اتكل قلبك على الله يداوي الله لك هذا القلب، ويكن معك ولا تبالي بأحد، فعش مطمئنا يا سيدي، فعش مطمئنا يا سيدي. നേർമൊഴി ജീവിതവഴിയിലെ പ്രമാണനാളം ഒരു ഓൺലൈൻ ഇസ്ലാമിക മതപഠന സംരംഭം.